السلام، تحية ودادية وتحية يعني لجميع الوداديين و فوالا. وبغيت نشير بعض النقاط اللي هي يعني مهمة هاد المهمة. وصلنا بيان سور لواحد المرحلة اللي هي مهمة وحساسة، وتيلزم استخدام يعني واحد المجموعة ديال الآليات فكرية ورياضية من طرف سطاف تكنيك ديال الوداد البيضاوي، لا البنزرتي ولا حمودة بن شريفة ولا سطاف تكنيك بكامله. يعني مقابلة ديال الزمامرة البارح، يعني عموما مقارنة مع الإكراهات اللي كاينة وكذا، ممكن نعتبره نتيجة إيجابية. يعني من الحد الأربعة جبتي 4 بوان، بالنسبة ليا سي امبورطون، والنتيجة أو نتائج إيجابية، لأن الزمام من الطريقة باش كانت واقفة البارح كانت سادة، ومن كتلعب مع فريق اللي شاف حفرة باش أنه يطيح والحظوظ ديالو كتقل، كيولي كتولي عليك لابريسيو كتر. والسي تا هو كتكون عنده كتكون عليه لابريسيو. يعني فمقابلة ديال الأعصاب، التعادلات، الفورماسيون اللي غادي تبدا بها انت كمدرب، عندك الشك واش تريسكي بالبونتوش والله اعلم، فهمتي، او انك تخلي ديفيكتيف اللي كتربح بيهم تخليهم حتى الماتش ديال الكايزر. يعني هاد الموقف صعيب شوية، شنو تلعب شنو ما تلعبش. فاضطر ان المدرب انه يلعب الدراري اللي هما مهمين، لان احترم زمامره، لان زمامره فريق محترم وفريق اللي كان خصك تحسب ليه حساب، رغمك انك تحسب ليه حساب. فوالا، عنده دراري في المستوى، عنده لعابه في المستوى، عنده دراري ديال التجربه، عنده مباركي، عنده النقاش، عندهم دراري مزيانين. فانا كنفاش تخرج معاهم ايكاليتي، فما اعتقد ان نتيجه منطقيه. يعني فمقابله ديال كايزر في دومي فينال مقابله مهم، فاعتقد ان الوداد غادي يفوتها مساله ديال الاستعداد لهذه المقابله، لان الوداد عنده من التجربه، عندها من التجربه وعندها من الحنكه والحكمه بمدربها بلاعبها بسطاف تكنيك، وتا السنوات الفارطه، هادشي كامل كيشفع ومعاها باش انها تتجاوز هاد الفريق هذا. فوالا، تقنيا تكتيكيا بجميع الشروط مع الوداد. فما تنحقروش الخصم، وانما الوداد عنده سمعه وعنده سيره اللي غيخليها انها تفوز في المقابل. الوداد يحسب لها 1000 حساب في الافريق، وهاد الحساب ما جاش من فراغ، جا من الكاريير اللي دارت هذه 6 سنوات ومنذ الازل. فنتمنى ان الحظ يكون بجانب الوداد ويكون التركيز باش نمشيو للفينال ان شاء الله، لان مقابله الدار البيضاء هي خطوه باش اننا نمشيو للفينال. ونتمنى ان ليفيكتيف يكونوا في المستوى، يكونوا في المستوى الذهني وفي المستوى التقني. فوالا، هادو هما النقاط اللي بغيت نشير ليهم. وحظ موفق للوداد، ونتمنى لها التركيز في لا على مستوى البطوله ولا على مستوى الشامبيونز ليغ. واخيرا وليس اخرا، تابوناو في لاشين، شي لايك وشي باش مسخك الله، تحياتي.